ياسر عرفات وفيروز. ياسر عرفات ياسر عرفات انا التقيت بيه في لندن اما كنت في البي بي سي، وبعد كده الراجل تفهمش ليه وثق فيا جدا جدا لدرجه ان هو كان بيكلم رئيس البي بي سي الانجليزي لو اي مذيع تاني طلب يعمل معاه حوار يقول له اسك رولا خرسه تو سي يس. والله ما بهزر، كان بيقول خلي لو رولا خرسه موافقه ان انا اعمل معاه الحوار، لانه كان بيثق فيا وعملت معاه حوارات كتير قوي هو وزوجته سهى عرفات للبي بي سي. لا هو كان مؤمن، انا بالنسبه لي كنت شايفه ان هو راجل عنده قدر كبير من الحماس، ما لم يفقد حماسه. شخصيه بينكم يعني مثلا فتحت الحصار؟ لا 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 خالص. كان كل الاتصالات كانت لقاءات شغل، لغات شغل بس. فرح ديبا بقى فيروز؟ لا فرح ديبا قابلتها مرتين. نجيب محفوظ كان اتصال تليفوني. اتصال تليفوني ايام ما فاز، ايام ما تعرض للاغتيال. ورضي يكلمني على التليفون وعمل الحوار. فرح ديبا قابلتها مرتين، وكل مره بزداد اعجابا بقوتها الحقيقه. هذه السيده صلبه جدا جدا رغم كل ما حصل ليها من مآسي في حياتها، ولسه واقفه على رجليها. واهدتني كتابها موقع. مين؟ فيروز دي رائعه. عملت معاها حوار فين بقى؟ فيروز في لندن كانت جايه تغني، كان في بي بي سي، كل ده بي بي سي. كانت جايه تغني للاولمبيك. وبعدين المهم ان انا قلت ايه، خلاص بقى عملت. كانت طبعا بتترعب من الميكروفون بشكل غير طبيعي. الميكروفون اللي هو الغنى ولا ميكروفون الاذاعه؟ لا 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 لا، بترد يعني مثلا نعم ولا، يعني لدرجه ان انا احاول اسالها تقول لي لا انت ما قلتليش انك هتساليني السؤال ده، وقفي يعني. بعد ما تقفلنا قعدنا نرغي مع بعض ساعتين. قلت لها طب يا ست فيروز فين، ما احنا كنا شغلنا بلاي وريكورد وما كنتيش خدتي بالك. تقول لي لا. وقعدنا بقينا اصحاب جدا. وبعد كده اما غنت اصريت ان انا اروح اهنيها بعد الحفله. حضرت الحفله ورايحه اهنيها لقيتها هي اللي بتطلع لي. يعني تواضع تواضع تواضع، انا ما شفتش كده.